السلام عليكم. الو، نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم تخفيضات ساره، واليوم جيت لكم بدي بروموسيون في سلعه جديده في المحل. الو قبل ما نطول عليكم اكثر نبداو مع لا فيديو ديالنا. الو، اول حاجه كنقترح عليكم اليوم هو هاد الطحانه ديال القهوه اللي بزاف ديال الناس سولونا عليها وصاونا عليها. الو، بالنسبه للطحانات ديال القهوه وديال العطريه جبنا لكم دابا جوج ديال الاشكال. الو، نبداو بالشكل الاول اللي هو هذا الشكل هذا ديال تاتش. الو، بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال تاتش، فوالا كيف كتشوفوا. الو، بالنسبه لتاتش مارك غنيه عن التعريف، كطحن القهوه والعطريه كتخدم بهاد لاتوش هادي وكتجي في هاد لا كولور اورانج هادي، هاد اللون البرتقالي. وبالنسبه للثمن ديالها حاليا اون بروموسيون عند محلكم تخفيضات ساره ب 80 درهم فقط. الوغ سبقنا كنا دوزنا واحد الطحانه اخرى ديال جينيرال في هذا الشكل، واليوم جبنا لكم نفس الموديل ولكن من لا مارك ديال تاتش اللي ماركه معروفه وبنفس الثمن كيف عودناكم دائما على تخفيضات، كذلك ب 80 درهم فقط. ندوزو كاين كذلك هذا الموديل هذا. الوغ بالنسبه لهذا ديال مارك ايديسون، بالنسبه لهذه كتجي بلينوكس، كيجي هذا الموتور عندها هكا بلينوكس، كتجي عندها الزجاجه ديالها كيف كتشوفوا على هذا الشكل، كيجي عندها سكين حاد، وحتى البلاصه اللي كطحنوا فيها كيف كتشوفوا يعني كتجي كبيره، كتقدروا تطحنوا فيها حتى كميه مهمه في نفس الوقت كيف كتلاحظوا. وشوف كيفاش كيجي الموس ديالها، كيجي حاد، كيجي فيها هذا اللون هذا الاسود، كيجي فيها غير هذا اللون، ومع هذا اللون لينوكس كيعطي واحد الشكل اللي هو راقي ليها، ولكن كيجي الغطاء ديالها. وبالنسبه للطريقه ديال التشغيل ديالها يعني كتجي فريمون ساهله، غير كتحطوا هاد الغطاء ديالها هكا وكتخدموا بهادي، يعني غير كتوركوا بحال هكا كيف كتلاحظوا وكتطحن بكل سهوله. فوالا كيف كتجي، حتى هي كذلك كطحن العطريه، القهوه، اللوز، اي حاجه عندكم. وبالنسبه للثمن ديالها حاليا عند محلكم تخفيضات ساره ب 180 درهم فقط. لو بالنسبه لهذه كيف ذكرت نوعيه جيده للغايه وب 180 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. كاين كذلك هذه المقلات العجيبه. لو بالنسبه لهذه كتجي فيها ديال اربعه العيون، كتجي فيها كبارين يعني لابغيو ديروا حجم متوسط، وراك كتشوف كيجي الشكل ديالها. كتجي بالنسبه لهادي كاين فيها غير هذا اللون، هذا اللون البيج. وكيعودناكم على لي بروموسيون، مازال فيها بروموسيون ب 100 درهم فقط. وجبنا لكم فيهم الجديد بالنسبه لهاد المقالي، هادو المقلات العجيبه ديال سبع عيون. جبنا لكم هاد المقلات هادي ديال الغرانيت وبهذا اللون الكري. الوغ بالنسبه لهادي كيجي عندها اليد ديالها فيها ملمس سيليكوني يعني ما كتحرقكمش، ولا كيف كتشوفوا كتقدروا تخبزوا فيها حتى سبعه ديال لي بانكيك ولا البغرير ولا داكشي اللي بغيتوا. فوالا كيجي الشكل ديالها من الخلف، فيها دوك الدوائر اللي كيسمحوا بتوزيع الحراره على المقلات كامله، وكيجي فيها هذا اللون هذا الكري. بالنسبه لهذه حتى هي كذلك كيف عودناكم على التخفيضات ب 100 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره، وديال لا مارك اكور. وبالنسبه للعبار ديالها كيجي فيها 26 سنتيمتر، وكيف ذكرت كتخبز حتى سبعه ديال المخبوزات ديالكم في نفس الوقت. تقدروا ديروا فيها حتى كذلك كيف كتشوفوا هكا البيض اومليت ولا اي حاجه عندكم. نكملوا، كاين كذلك هاد القراعي هادو ديال العطريه مور نجاح اللي حقوا هادوك القراعي اللي دوزت في الفيديو في واحد من الفيديوهات السابقه. الوغ جبنا لكم هاد المره الجديد. الوغ بالنسبه لهادو كتجي فيهم اربعه ديال القراعي، كاين هذا ديال الباستا، ديال سباغيتي، ديال القهوه، ديال السكر، وديال الاتاي. كتقدروا اكيد تعمرهم بداكشي اللي بغيتو. الوغ بالنسبه لهادو كتقدر تحطوهم على جوج ديال الشكال، سواء فهاد الجهه هادي اللي فيها التفاحات هادو، بالنسبه لهادو فيها من داخل الزجاج كيف كتشوفوا كتسمح لكم بالرؤيه من الداخل، وكتقدروا تحطوها كذلك على هذا الشكل سامبل. الا دورتوها كيف كتشوفوا كاين، كتقدروا تحطوها كاع على شكل ديال لينوكس، كتجي فيها هنايا
هاد الكتابة، وكي بتكسر تحطوها في جوج ديال لي موديل. كذلك كاين هذا ديال القهوة، حتى هو نفس الشيء، تقدر تحطو سواء على هاد الجهة ولا على هاد الجهة. كاين كذلك هذا، هاد الحجم هذا المتوسط، وهاد الحجم هذا الصغير. برك كيف كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم. نتمنى انه يكون واضح بالنسبه لكم. وبالنسبه لهادو كذلك كيف كتشوفوا كتجي فيهم هنا هذيك الجلده من الداخل اللي ما كتسمحش بمرور الهواء، وكتخلي لكم الاغطيه اللي كديروا فيها كتحافظ عليها، ما كتسمحش بمرور الهواء ليها، وكتغلق باحكام، وكتعطي كذلك شكل جميل للمطبخ ديالكم. كيف ذكرت كتقدروا تحطوها على شكل جوج ديال لي موديل من اجل التغيير. وبالنسبه للثمن ديالها حتى هي كذلك اون بروموسيون ب 130 درهم فقط. نكملوا ونبقاو دائما مع الجديد. الوغ كاين هاد القرعه هادي ديال العصير، بالنسبه لهادي كيجي معها هاد السيبور ديالها، هاد السيبور ديالها كيجي فريمون صحيح، كيجي بالخشب. ورا كيف كتشوفوا كيجي مخدوم مزيان، غنوريه لكم بوحدو عساتر. ورا كيف كيجي الشكل ديالو، كيجي بخشب كيف كتسمعوا، وكتجي معاه هاد القرعه هادي اللي كتقدروا ديروا فيها انواع ديال العصائر ديالكم. كاين اللي كيدير فيها كذلك حتى الزيت، كتقدروا تخزنوا في هذاك الشيء اللي بغيتوا، وكتقدروا تحطوا حتى في لي بوفيه ديالكم، كتعطي واحد الشكل جميل. وكيجي فيه هنا هذا الروبيني بلينوكس. الوغ بالنسبه لهذا الروبيني كيتحل كيف كتشوفوا اوبن كلوز، كيتحل بطريقه سهله للغايه، كدوروا هذا لهاد الجهه باش كيتحل. وكيف كتشوفوا كيتحل بهذه الطريقه، ملي كدوروا لهاد الجهه كيكون دابا محلول، ملي كدوروا هذا الراس لهاد الجهه كيتسد. نتمنى ان يكون واضح بالنسبه لكم. كيهز فريمون كميه كبيره كيف كتشوفوا، كتجي القرعه فريمون كبيره. و ديال لا مارك بوندياني، راه ماركه جيده للغايه، كيهز حتى ل 3.800. ونوريكم الشكل ديالو كيف كيجي هو عامر. وبارك كيف كتشوفوا كيف كيجي الشكل ديالو، وكيف ذكرت كيهز حتى ل 3.800 بالنسبه لهاد الفراقه هادي ديال العصير. تقدروا تحطوا فيه كذلك حتى الماء باش ما كيبقاش داك الشكل ديال لي بيدون هكا محطوطين في الكوزينه. تقدروا ديروا هنا الماء باش يسهل حتى على الاطفال ديالكم انهم يشربوا الماء ويشجعهم، وكيجي الشكل ديالها راقي. وبالنسبه للثمن ديالها ب 160 درهم فقط. الوغ بالنسبه لهذه راه النوعيه الجيده كيف ذكرت ديال بوندياني، كتجي عندها هاد الغلقه بلينوكس، وكيجي الحجم الكبير ماشي الحجم الصغير. نكملوا بقاو دائما مع الجديد. كاين كذلك هاد السيبور هادي ديال العطريه. الوغ بالنسبه لهاد السيبور هادي كتجي فيها هاد السيبور ديال الخشب، كيجي فيها الفوق هنايا خمسه ديال القراعي صغار. كيف كتشوفوا كيجيو نوعيه جيده، وحتى الزجاج ديالهم من نوعيه جيده، كيتحلوه على هذا الشكل. كتقدروا تحيدوا هذيك الغلقه الخشبيه، وكتلقاو هنايا هذه اللي كتقدروا تكبوا بها العطريه ديالكم فاسيلمون. كيجيو فيها خمسه ديال القراعي صغار، كيجيو فيها اربعه ديال القراعي متوسطين. الوغ بالنسبه لهاد القراعي عندهم واحد الشكل فريمون سبيسيال كيف كتشوفوا، كتجي عندهم هنايا هاد اليد هذه كيتحلوا من هنا، كتجي عندنا واحد الجلده، وكيجي فيها لداخل ملعقه خشبيه. كيجي فيها كيف ذكرت اربعه من هاد القراعي المتوسطين الحجم، وكيجيو فيها ثلاثه من القراعي اللي كبار، حتى هما كيهزو مزيان، حتى هما كذلك عندهم هاد الجلده هنايا اللي ما كتسمحش بمرور الهواء، وكتحافظ لكم على الاطعمه ديالكم ولا العطريه ديالكم. بالنسبه لهادو تقدروا تستغلوهم كذلك حتى في الترقاد ديال مثلا الزيتون او اي حاجه. نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها وهما عامرين. فوالا الوغ كيف ذكرت الفوقاني تقدروا تستغلوهم في العطريه، وهادو اللي شويه كبار تقدروا تستغلوهم في تخزين الاطعمه. بالنسبه لهذا الموديل اللي في الكارتون ماشي هو نفسه، هذا ما فيهش القراعي المتوسطين الحجم،
تقدروا ديروا فيها كذلك حتى لي بات ديالكم، تخزنوا فيها اي حاجه عندكم مكسرات، ولا تقدروا تستغلوها كامله في العطريه اللي كان عندكم كميه كبيره. وبالنسبه للثمن ديال هذه حاليا عند محلكم تخفيضات ساره ب 200 درهم فقط. رابط كيف تكاس كيجيو فيها ثلاثه ديال لي زيتاج و ب 200 درهم فقط. نتمنوا انه هاد لا فيديو تكون عجبتكم، الى عجبتكم ما تبقاوش لنا بلي لايك ديالكم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، والى الفيديو المقبل باذن الله، الى اللقاء.